هل تم استبعاده؟ على ما يبدو استبعدت زينة لطيفة من المشاركة، رفعت الراية. تندفع أفراس الإنتاج عمر الثلاث سنوات التي لم تربح متنافسة على جائزة فالح بن مجلاد الفويجح السبيعي يرحمه الله، مسافة 1650 متر، آخر الداخلين بنت السحابة ابنة فريندز لايك، تبدأ مع أحمد الأزهري في مطاهرية على ما يبدو بجوارها شعار الأحمر في الصدارة والأزرق بجواره، وكذلك نشاهد في المركز الثالث غلا حمدة ابنة ميدلز آيز مع عبد الله الراشد فيما المركز الرابع لمتعشمة، والمركز الخامس نشاهد المحاولات من ميشو على ما يبدو تشارك ميشو الاحتياطية التي تمكنت من المشاركة تسير في المركز الخامس، ولا زالت بنت السحاب تقود الانطلاقة تقود الصدارة في هذا الشوط مع أحمد الأزهري، فيما خالد دبيان في المركز الثاني مع طاهرية يتقدم. الآن نشاهد المركز الثالث لغالة حمدة مع عبد الله الراشد فيما المركز الرابع، والدفع نشاهد من عبد الله العجمي لمدرارة الخير على ما يبدو، وكذلك نشاهد الدفع من الخارج لرقم 12 أقدمي في المركز السادس 400 متر، المنعطف الأخير بنت السحاب نت فريندز لايك مع أحمد الأزهري تبدأ هالانطلاقة تبدأ الصدارة، ابنة ميدساي ابنة فريندز لايك توسع الفارق وتبتعد فيما أحمد يستحث الهروب أكثر وأكثر وأكثر، بنت السحاب في ظهورها 12 والظهور الثالث في سباقات المصيف والعطاء الثالث في سباقات المصيف، تظهر بكل روعة بنت السحاب من الانطلاقة وحتى خط النهاية لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ألف مبروك.